هذا شرح الكتاب من وفاه للشيخ شرف الدين يحيى العمريسي الشافعي. نعم. الله له شيخنا الحاضرين. والنص عرفا كل لفظ وارد. ايش؟ لا. ما كان محتاجا الى بيان فمجمل وضابط البيان. ها؟ خلصنا منه هذا؟ لسه ما خلصنا، تفضل. نعم. باب المجمل والمبين. 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 بالتشديد، ايوه. اضبطه بالتشديد، نعم ايوه. باب المجمل والمبين. ايوه. ما كان محتاجا الى بيان فمجمل وضابط البيان. طيب الآن بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. هذه قراءة في نظم الورقات في أصول الفقه للعمريط الشافعي في حنبلته على كتاب الورقات للإمام الجويني الشافعي رحمة الله على الجميع. قال ما كان أول حاجة إيش هو تعريف المجمل؟ قال ما كان محتاجا إلى بيان، يعني كل شيء يحتاج للبيان يسمى مجمل. الأمور عندنا احنا المجمل والمبين. الشيء المجمل هو الشيء الذي يحتاج إلى بيان، لكن هذا المجمل البيان هذا له ضابط، له ضابط. إذا نقول هنا ضابط المجمل كل لفظ يحتاج إلى بيان، هذا يسمى ضابط. قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، هذا مجمل ولا مبين؟ مجمل. ما الذي بينها؟ بينها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبينها القرآن في مقام آخر وقوموا لله قانتين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، من حديث عمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقعدا فإن استطعت فعلى جنب. طيب قال الله عز وجل وآتوا الزكاة، هذا مجمل ولا ما هو مجمل؟ هذا مجمل. طيب ما هي أنصبتها وما هي مصارفها ومن الذي تجب عليه إلى غير ذلك، هذه وضحتها إيش؟ وضحتها السنة. هذا ضابط المجمل كل لفظ يحتاج إلى بيان. طب وضابط البيان أيوة إخراجه، تفضل. إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال. يا سلام، زي ما قلنا ضابط المجمل كل لفظ يحتاج إلى بيان، فضابط البيان هنا إخراج المجمل من الإجمال إلى البيان. قال إخراج وضابط البيان إخراجه، يعني الها تعود على مين؟ على المجمل. على المجمل من حالة الإشكال، شيء مشكل ما هو مفهوم، إلى التجلي يعني الوضوح واتضاح إيش؟ واتضاح الحال. مثل الآن لما تقول الحمد لله رب العالمين، هل هذا مجمل ولا مبين؟ لا، هذا بين بذاته، هذا ليس مبين لأنه لا يوجد فيه إجمال. ما احنا يا اخوان شوف ايش بيقول هنا، قال البيان إخراج المجمل من الإجمال إلى البيان. وضحت هذا، انتبهوا لمثل هذه. ايش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان هناك ألفاظ تكون بينة في نفسها لا تحتاج إلى بيان، مثل أنا أقول لك الماء، عليكم السلام، من عرف الماء زاده إفهاما، لأن الماء هو لفظ بين في ذاته. هنا البيان هذا إخراج المجمل من الإجمال إلى البيان، ولا يكون اللفظ البين في نفسه بيانا لأنه لا إجمال فيه، فالتبيين لا يرد إلا على المجمل فيبينه. فلما أقول لك الحمد لله رب العالمين هذا ليس مبين لأنه لا يوجد فيه إجمال، فهو بين بذاته، ولكن البيان يرد على شيء ماذا؟ مجمل. والمبهمات معروفة مثل الأسماء الموصولة، أسماء الشرط، وإن كانت عامة لكن فيها إبهام، مثلا أقول لك هذا من تقصد به، صح ولا ماذا تقصد به؟ هذا دي لفظة عموم فيها إبهام، حدد لي هذا من، ذلك من
الذي من هؤلاء؟ وضحت الأمور هذه؟ نعم. طيب أيوة أيوة. كالقرء هو قول ربنا عز وجل. هو فعل، هو لها فيها قراءات، فيها كالقرء والقرء بمثل هذا وهذه، إنما هذا لكي تتفق مع القافية وهي لغة أخرى. نعم. كالقرء وهو واحد الإقراء، وهو واحد الأقراء. نعم. ماذا إيش كتب عندك هنا؟ وإيش بالضم؟ اجعلها أو اضرب فوقها بالفتح كالقرء. القرء هو القرء، هو نفسه، هو قيل الحيض ولا قيل هو الطهر؟ أن سنقول الآن هنا. أيوة. ربنا قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا هو. بس هو الآن فتحها لغة وقافية، ويجوز في الشعر ما لا يجوز في غيره. أيوة. وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء. أيوة ممتاز. أول حاجة القرء أو القرء لغتان. قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. العلماء هنا قالوا في إما أن يكون الحيض وإما أن يكون الطهر، إذن هنا لم يتبين لنا المعنى المراد. هذا إيش نسميه الآن؟ مجمل. مو هنا قال لك إيش؟ قال لك وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحالي كالقرء، ضرب لك مثال. طيب الآن لم يتبين لنا المراد، فهذا نسميه إيش؟ مجمل. فإذا أتينا بدليل يبين لنا المراد بالقرء أو بالقرء، هذا نسميه هنا إيش؟ مبين. وضحت الآن؟ طيب بعض العلم قال لك القرء المقصود به الحيض، يعني ثلاثة قروء يعني ثلاثة حيض، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام المرأة المستحاضة دع الصلاة قدر ما تحبسك أقراؤك، ولا تترك الصلاة في الطهر. فدل على أن الفرع هنا معناه إيش؟ الحيض، هذا قول الأقوى. عرفت الآن؟ زي بعض الناس يقول لك وفيها أقوال كذا وكذا ولا يرجح شيء ويمشي ويترك. نقول جزاك الله نقلت العلم، لكن هذا ليس هو كل العلم. العلم أنك تترجح هنا القول، مش كل واحد يعني يسوي نفسه مفتي يدخل على الشيخ جوجل ويجي يقعد يرصف كده وقص لازم يروح يبعثها للناس. هذا ما هو علم يا اخي جزاك الله خير. نعم. قال وفيها قولان في الذبيح، اما ان يكون اسحاق او يكون اسماعيل. وشاب الناس ومشي يا اخي. النبي قال انا ابن الذبيحين. هو النبي كان جد اسمه اسحاق ولا اسمه اسماعيل؟ إذن خلاص الذبيح الأول إسماعيل والثاني من؟ عبد الله. ثاني حاجة قال لك يا أخوي قال إبراهيم لأبيه آزر احتمال يكون عمه. ليش يكون عمه؟ ليش؟ لماذا يكون عمه؟ واللفظة في اللغة العربية إذا جاءت في القرآن كانت على أصل حتى تدل القرينة على صرفها، يبقى عمه. قال لك ما هو ربنا هناك قال إيش؟ قال أن كنتم شهداء الحضر أخبوا الموت قال لبين ما سنعبد إلهك وإله أباك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. وهنا ذكر قلت له ذكر جد وعمه وأبوه، هنا ذكر جد وعمه وأبوه. فالآباء يشمل الآباء والأجداد والأعمام. تيجي العمك تقول لي أبوي، مثل الناس يقول لك يا سيدي عند الجد يقول لك يا سيدي، والعم يقول له أيضا يا سيدي. بعض لغات القوم صح ولا لا؟ هنا في قرينة دلت العطف، هنا قرائن دي. لكن إذا كان اللفظ يأتي من غير قرينة فيصرف إلى ظاهره وأصله. وإذ قال إبراهيم لأبيه أبوه خلاص انتهينا. مثل بعض الناس يقول لك أنا وأبي وأبوك في النار، قال له هذا يقصد عمه. من وين يقصد عمه؟ الرجل اللي جاله هذا قال له أبي وأبوك في النار، يعني عمك وعمي في النار. هو رجل جاله بسؤال واضح، أين أبي؟ لو واحد جاء قال لك أين أبي، تقول لأبوك في البيت وأقصد عمك. أنا كنت أقصد عمك، هذا لا يمكن أن يكون ولا يقول به أحد. ينبغي الإنسان أن يكون متجردا للدليل، أن يكون متجردا لماذا؟ أن يكون متجردا للأدلة. فهنا الآن لما قالوا القرء فيه قولان،
فيه أنه الطهر أو أنه الحيض. طيب الناس أنتوا اللي قلتونا الحيض من فين جبتوا؟ قالوا عندنا حديث، حديث عندنا من النسائي، والحديث هذا صححه العلامة الألباني، قال عليه الصلاة والسلام المستحاضة فاطمة السبع، قال دع الصلاة قدر ما تحبسك أقراؤك، وهنا الصلاة لا تترك إلا عند الحيض وليس عند إيش؟ عند الطهر، صح ولا مو صح؟ صح ولا لا؟ إذن فدل أن القرء هو الحيض، وهذا قول أقوى من قول إيش؟ أن القرء هو الحيض وليس هو الطهر، هذا هو القول إيش؟ أقل. طيب، وعلى ذلك فلو أن إنسانا طلق زوجته أو زوجه في حيض، وقلنا بوقوع طلاق الحائض، ما هو الطلاق ينقسم إلى سني وبدعي. السني أن يطلق في طهر لم يجامع فيه، والبدعي أن يطلق في طهر جامع فيه أو في حيض. هذا من حيث النوعية، من حيث فمن حيث الوقوع كله يقع على قول المحققين. إذن فإن الحيض لو رجل طلق زوجته في الحيض، فنقول إن الحيض الذي وقع فيها الطلاق لا تحسب، لأنه لابد من ثلاث حيض كاملة، وهنا الحيضة لم تكن كاملة لأنه طلق فين؟ طلق في الحيض. فلو حسبناها لكانت إيش؟ حيضتين ونصف، ما ينفعش. ربنا قال إيش؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وضحت الآن؟ نعم. وإن قلنا إن القرء هو الطهر فإنه يحسب من الحيضة التي وقع فيها الطلاق. عرفت الفرق الآن؟ لو قال قائل، وهذا قولا معتبرا عند الأئمة، لو قال قائل القرء هو الحيض فطلق رجل في الحيض، نقول الطلاق بدعي لكنه يقع، ننتظر عليها ثلاث حيضات جديدة، هذه الطلقة لا، هذه الحيضة لا تفسد، لأن كده تكون اثنين ونصف مش تكون ثلاثة. ولو قلنا إن القرء هو الطهر نقول الحيضة هذه إيش؟ محسوبة، لأن الطهر لسه ما جاء. عرفت الفرق هنا بين المسا؟ خذ كمل. أيوة. والنص عرفا، كل لفظ واردي. أيوة. لم يحتمل إلا لمعنى واحد. أيوة. الآن دخل لمسألة أخرى وإلى أمر آخر غير المجمل والمبين، وهو النص. الظاهر منه والمؤول. النص نوعان، إما أن يكون النص ظاهرا كأسماء الله وصفاته لا تأويل فيها، عشان ما يقول لك يا أخي الأسماء والصفات فيها إيش؟ فيها من المتشابه، نقول لا، من المحكم وليست من المتشابه، ولا تأويل فيها، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء، قال لك الأسماء والصفات نقول لا مش متشابه، أسماء وصفات محكمة لا متشابهة فيها. إذن النص إما أن يكون نصا ظاهرا أو أن يكون نصا مؤولا. طيب قال لك والنص عرفا، أي اصطلاحا، كلمة عرفا هنا معنى إيه؟ اصطلاحا، كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد. إذن فالنص هو الصريح، كلاهما بمعنى واحد. لما يقول لك وهذا النص صريحا في معنى كذا، وهذا النص صريح في معنى كذا، يعني لم يحتمل إلا معنى واحد. مثال كقد رأيت، تفضل، مثل ما قلنا أبي وأبوك في النار، هذا نص صريح. إن وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، هذا نص إيش؟ نص صريح. نعم. كقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم. ايوه. قال الان يضرب لك مثال، يقول لك رايت جعفرا، هذا نص واضح يا اخوان، ايش معنى راى جعفر؟ فانه لا يحتمل الا ان يكون راى رجل اسمه جعفر. ينفع ان راى جعفر يقول لك شفت باب، شفت امراه، ينفع اقول ابي وابوك في النار يقول لك يعني اقصد عمك انا، طب ليش ما تقصد جدي؟ ما هو برضه الاب هنا يدخل معنى ايش؟ بمعنى الجد. لما اقول لك حفيدي وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، فقيل الحفيدة بمعنى إيش؟
بمعنى النافنة. نعم. وأيضا لما أقول أكلت تمرا، هل معناها أكلت تمرا جزاك الله خير معناها أكلت زيتون؟ أكلت تمرا يعني أكلت تمرا. وقيل ما تأويله تنزيل، وقيل من النص هو ما يعلم معناه بغير بحث. لما أقول لك الماء الماء، ولا يستوي في الأذهان شيء إذا احتاج ضوء الشمس إلى دليل. لما أقول لك عند، عند يعني عند، وهو محتاج كتاب يعني كتاب، إلى غير ذلك. إذن النص هو ما لا يحتاج إلى بحث للوصول إليه، لكن التعريف الأقوى هو النص ما لا يحتمل إلا معنى إيش واحد. فإن احتمل معنيين، هذا اللي حنا عند الآن تفضل، إذا النص اللي احتمل معنى واحد، فإن احتمل معنيين فأكثر تفضل. والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى، معنى سوى المعنى الذي له وضع. إذا احتمل اللفظ معنيين أحدهما راجح والآخر مرجوح، إذن الظاهر هو الراجح والمرجوح هو المؤول. هذا قال والظاهر الذي يفيد ما سمع، يعني المعنى الراجح هو الظاهر، سوى المعنى الذي له وضع هذا يسمى إيش؟ المرجوح. طيب إيش معنى ذلك؟ معنى ذلك نخلص لكل هذا أن الألفاظ على ثلاثة أقسام: النص والراجح والمرجوح، أو النص والظاهر والمؤول. النص ما لا يحتمل إلا معنى إيش واحد، وما احتمل معنيين فهو إما أن يكون راجح أو ظاهر أو مرجوح أو مؤول. وأمثلته كالأسد اسم واحد. أيوة تفضل. الآن خذوا بقى ليش اللي يحتمل أكثر من معنى. نعم. كالأسد اسم واحد السباعي. أيوة. وقد يراد الرجل الشجاع. يا سلام، أقول رأيت أسدا، يحتمل أنك يكون رأيت أسدا بعينه، أو رأيت رجل في شجاعة إيش؟ في شجاعة الأسد. ولما قال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، فيحتمل الكلب أن يكون كلب، ويحتمل الكلب أن يكون من الكلب، وهو ماذا؟ وهو الأسد. عرفتم الآن؟ على حسب ما تدل القرينة على الراجح الظاهر أو المرجوح إيش؟ أو المرجوح المؤول. نعم. إذا لما أقول الراجح، الراجح هنا ماذا؟ إني أصرفه للمعنى الأول، إن هو الأسد، معنى الأسد هو الحيوان، يسمى هذا ظاهر وراجح. والمؤول أو المرجوح المعنى الثاني اللي هو إيش؟ الشجاعة. نعم. والظاهر المذكور حيث أشكل، أيوة، مفهومه في البديل، فبالدليل مفهومه في الدليل أولا، أولا مفهومه في الدليل أولا. أيوة ممتاز. الآن الظاهر قال لك هو المعنى الراجح، تمام، المعنى الراجح إذا أول بالدليل، يعني المعنى الراجح معاه دليل إيش يؤيده. نعم. لا خلاص دقيقة. الظاهر هو المعنى إيش الراجح، إذا أولناه بدليل أو بقرينة أصبح إيش مؤول. طيب حديكم مثال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب ماذا تفهم من هذه الآية؟ الظاهر إيش من الآية هذه؟ هي إن الاستعاذة تكون بعد إيش؟ بعد القراءة، صح؟ صح ولا؟ مش هذا هو معناه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. معناه بعد ما تدخل في الصلاة تقول إيش؟ اغسل يديك ورجلك. صح؟ هذا المعنى إيش؟ هذا المعنى الظاهر صحيح؟ لكن هذا هل هو صحيح؟ هذا غير صحيح. طيب ليش غير صحيح؟ من فين جبتوا لنا غير صحيح؟ لأن التأويل دل عليه الدليل أن المقصود بها إذا أردت أن تقرأ فاستعذ بالله، وهذا خلاف الظاهر فنسميه مؤول. إذا كان شيء خلاف الظاهر يسمى إيش؟ المؤول. ولا تؤول إلا بقرينة أو بدليل.
ولذلك قال الشاطبي: إذا أردت الزهر تقرأ فاستعذ من الشيطان جهارا وإن تزد تنزيها لربك فلست مجهلا، على ما أتى في النحل وإن تزد تنزيها لربك فلست مجهلا. عرفتم الآن؟ إذن المعنى الظاهر هنا، المعنى الراجح إن استعيذ بعد ما غلق القراية، لكن المعنى هنا المؤول إنك أنت قبل إن أردت، وكذلك أيضا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. طيب إذا ما دل عليه الدليل نقول هنا التأويل يكون مرجوحا وغير مقبول. الرحمن على العرش استوى، أهل التعطيل قالوا استوى بمعنى استولى، وأتوا ببيت لا يعرف من الشعر: استولى عمرو على العراق من غير دم، من غير سيف ولا دم، ولا دم مهراء. نقول هذا ظاهر اللفظ لا يقبله، وهذا تأويل فاسد. دليل آخر: بل يداه مبسوطتان، قالوا يداه يعني نعمته. نقول هذا لا يصح لأنه خلاف الظاهر وليس عليه دليل. تجري بأعيننا يعني بكلاءتنا، نقول هذا خلاف الظاهر وليس عليه دليل. يد الله فوق أيديهم قدرته، وهكذا. عرفتم؟ إذن الأسماء والصفات هي لا متشابهة فيها، بل هي محكمة صحيحة تمر على ظاهرها من غير تأويل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم تفضل. وصار بعد ذلك التأويل أيوة مقيدا بالاسم بالدليل. أيوة. إذن خلاصة القول قال لك إنك لا تأول إلا إذا عندك دليل ظاهر. وضحت الآن؟ إذن الأصل أن يصرف اللفظ إلى ظاهره وإلى أصله: عمّ عمّ، أبو أبو، حتى تدل القرينة على تأويلك وأن يكون التأويل سائغا. الرحمن عرش استوى، ما عندنا تأويل سائغ. يد الله فوق معدن، إذن يبقى النقص على ظاهره، ونثبت الصفات والأسماء لله تبارك وتعالى. إذن خلاصة المجمل والمبين خمسة أقسام. عندنا مجمل، مبين، نص، ظاهر، مؤول. المجمل والمبين والظاهر والمؤول. عرفتم الآن؟ المجمل الذي يحتاج إلى إيش؟ إلى بيان، والبيان هو الواضح، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر والمؤول ما يحتمل معنيين فأكثر، ويسمى ظاهرا إذا كان هو المعنى الراجح، ويسمى مؤولا إذا كان هو المعنى المرجوح وعليه دليل. فإن كان عليه الدليل كان يسمى ظاهرا بالدليل، إذن المؤول نسميه ظاهرا بالدليل. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله ما يصح، خلينا نبدأ في باب